شرط إذن الوالدين فيما يتعلق بالغزو وأصله في جهاد الطلب ليس في جهاد الدفع. فقط. نعم، هو محله أيضا فيما كان فيه غزو وسفر بعيد انقطاع عن الوالدين. يلزم حينئذ نعم الإذن. يلزم حينئذ الإذن. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فيهما فجاهد، ولم يقل هذا لكل غاز معه. كثير من الغزاة لم يقل لهم ذلك، جاهد في والديك. إيه نعم. إذن ترى حديثا مخصوصا. الزبير بن العوام وهو حواريه كانت أمه صفية بنت عبد المطلب محبة له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرجه في السرايا والغزوات والبعوث لشجاعته و دون استئذان بلائه بالحرب. نعم دون استئذان، لعلها أذنت له. لم يروى. المقصود أنها كانت تشفق عليه في بعض الغزوات وربما كلمته في ذلك. إذن الشوكاني لماذا يقول وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية؟ هذا الجزم ليس لكل الفقهاء، وإنما هو نقل عن بعضهم. وقد حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ارتاح الناس من كثرة الفتوح وقسمت الغنائم بينهم وأصبح مال الله فائضا، ضرب الناس بعطن، أصبح كثير من الكبار السن يمنعون أولادهم من الجهاد. نعم. فرأى أن يرسل كبار المهاجرين والأنصار ليرغبوا الشباب في الجهاد، فخرج سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله إلى مكة والطائف يرغبون الناس في الجهاد، فخرج معهم جمهور الشباب ومنهم كعب وكلاب وهما ولدا أمية بن الأسكري الثقفي. وكان أمية قد جاوز 120 سنة وهو شيخ ضرير أعمى ومرتعش، فاستنكر خروج ولديه دون إذنه وقال أشعارا كثيرة، فبلغت أمير المؤمنين عمر وبلغه قوله، وهو في الحج لما حج عمر بلغه قول أمية: يا ابني أمية إني عنكما أغاني وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إن لا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحواء ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي سياني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ماذا يريبك مني راعي الضأن، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. وبلغه قوله أيضا: فلا وأبي كلاب ما أصاب. فأمر عمر بإحضار كلاب فجيء به من آخر الجيوش من الغزو، فسأل عمر أمية: ماذا كان يفعل بك كلاب؟ قال: كان أبر ولدي به. قال: ما كان يفعل بك؟ قال: بلغ من بره أنه كان يختار اللقحة التي أحبه فيغسل ضرعها بالماء ويغسل القدح بيده ويحتلبها فيمسك علي القدح حتى أشرب. فأمر عمر كلابا ولم يبلغ أمية أن كلابا وصل، أمره أن يفعل ذلك، فلما احتلب له اللبن جاء به كلاب أشعر به لا، فحمله عمر وأمسكه بيده لأمية، فلما شرب قال: حلب كلاب ورب الكعبة. عجيب. فأمره أن يلزمه. طب هذا يشهد للإذن أو يشهد لا لعدم الإذن، أنه ليس واجبا. لكن في أيام بني أمية أيضا حصل مثل هذا النوع، فأراد كثير من الوالد من الكبار السن أن يمنعوا أولادهم من الغزو. فترجحون عدم الوجوب إذن؟ نعم. وإنما التفضيل والاستحسان. نعم. وأيضا إذا كان الوالد محتاجا إلى من يخدمه ويتعين على ولده ويعلم أنه سيضيع يتعين عليه. وأم خنيس التي جاءت للفرزدق هي امرأة من أهل نجد، خرج ولدها خنيس في الغزو مع تميم بن زيد إلى جهة السند، فجاءت تشكو إلى الفرزدق، لأن الفرزدق له وجاهة ومكانة عند الأمراء، فكتب الفرزدق أبياته المشهورة إلى تميم بن زيد يقول: تميم بن زيد لا تكون أن حاجتي بظهر ولا يعيا علي جوابها، فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحوبة أم ما يسوغ شرابها، أتتني فعادت يا تميم بغالب وبالحفرة السافية عليه ترابها. لا رده إليه، فوهب إليه خنيسا، وبحث عن كل من اسمه خنيس أو حبيش في الجيش، فكانوا 50 فأرسلهم جميعا للفرس.